أخت فاتن، كيف كانت نسبة التصويت؟ كيف كانوا المؤازرين؟ شو بتحكي؟ الحمد لله كان المؤازرين كثير في شغلي، الحمد لله الحمد لله والحمد لله. أنا كثير اشتغلت في الفترة الماضية حتى حصلت هاي الأصوات، يعني هاي من محبة الناس. زي ما قلت في الأيتام راح أساعد جميع أي واحد يطق بيتي. هل راح تكوني ميدانية ولا ما؟ إن شاء الله راح أكون ميدانية ومكتبي في نفس الوقت. شو بتقولي للما؟ راح يكونوا هم إن شاء الله الفائزين. شو بتحكي لأسرتك؟ الحمد لله أسرتي كثير شجعوني أن أنزل، وأنا كأهلي وعشيرتي بشكرهم جدا جدا، وبشكر جميع الذين انتخبوني من قريتي.